Hello everyone. كلمة economic معناها اقتصادي وكلمة economical كمان معناها اقتصادي ومع ذلك الكلمتين مش بيساوي بعض بالعكس ممكن كمان يكونوا ضد بعض أو عكس بعض economic معناها أو بتشير إلى الأحوال الاقتصادية في البلد الظروف الاقتصادية لما أقول مثلا economic conditions الأحوال الاقتصادية economic development التنمية الاقتصادية economic plans الخطط الاقتصادية economic policies السياسات الاقتصادية بتكلم عن الاقتصاد بصفة عامة يا ترى أقدر أستخدم كلمة economical في نفس المواقف دي؟ يعني أقدر أقول economical development ويبقى معناها التنمية الاقتصادية؟ أو أقول economical policies ويبقى معناها السياسات الاقتصادية؟ طبعا ما ينفعش كلمة economical ليها طريقة استخدام مختلفة تماما وليها معنى مختلف عن كلمة economic تعالوا نشوف المشهد ده ونرجع تاني Lee's dead uh-huh. I wanna buy a new mobile phone Okay, no problem, how much is it? I think it's 5,000 pounds Wow, that's too much Please try to be as economical as possible these days Try to buy something more economical, okay? Okay. كلمة economical صفة بستخدمها عشان أصف الناس أو أصف الأشياء يعني لما أقول الشخص ده he's economical مش معناها أنه هو رجل اقتصاد أو شغال في مجال الاقتصاد ولكن معناها أنه هو مقتصد في الإنفاق بيحب يوفر أو ما هواش prodigal يعني مسرف ما هواش spend thrift يعني مسرف أو مبذر ولكنه مقتصد في الإنفاق احنا شفنا في المشهد ده كلمة economical استخدمناها مرتين مرة لتصف الناس ومرة عشان تصف الأشياء try to be as economical as possible أو we want to be as economical as possible these days يعني عايزين بالعامية كده نلم إيدينا شوية عايزين نقتصد في الإنفاق وفي المثال الثاني try to buy something more economical لما أقول إن الحاجة دي economical معناها إن هي cheap رخيصة more economical يعني cheaper أي حد فينا يحب يبقى عنده عربية من العربيات دي طيب لو ما قدرش يبقى عنده عربية زي دي مفيش مشكلة ممكن يبدأ بحاجة أقل شوية ويبقى عنده عربية من العربيات اللي جاية دي العربيات دي بسميها عربيات ايه؟ economical لما اقول I have an economical car يعني عندي عربية ايه؟ اقتصادية مش معناها عربية تبع وزارة المالية او عربية شغال بيها في مجال الاقتصاد لا معناها عربية اقتصادية يعني موفرة سعرها قليل بتوفر في البنزين وقطع غيارها متوفرة ورخيصة economical car يعني عربية اقتصادية في تعبير جميل قوي اسمه economical with the truth لما أصف شخص انه هو he's economical with the truth معناها انه هو بيتجنب قول الحقيقة كاملة او بيخبي جزء من الحقيقة ودي معناها ان الشخص ده كذاب he's a liar ولكن ما استخدمتش كلمة liar لأن كلمة liar كلمة صعبة ممكن يعني تأذي مشاعر الآخرين وتعمل لك مشكلة مع الطرف الآخر وكلمة قاسية فبستخدم هذا التعبير He's economical with the truth الطريقة دي في اللغة اسمها euphemism يعني الترقيق اللفظي بدل ما استخدم كلمة صعبة وقاسية ويبقى لها وقع سيء على النفس وتعمل مشكلة مع الآخرين بستخدم طريقة غير مباشرة برقق فيها ألفاظي هسيبكم دلوقتي مع اكسرسايز هنجاوبه وبعدين هتلاقوني كاتب لكم الإجابات بعد ما اديكم فرصة تجاوبوا بنفسكم